مساء الخير على حضراتكم جميعا، واحنا بنودع سنة 2022. الحقيقة انه يعني كان في خبر احزن كل عشاق الساحرة المستديرة، خبر رحيل الأسطورة بيلي. يعني كل الصحف العالمية هو ده الخبر الأهم المتصدر عناوين ووسائل الإعلام في العالم كله منذ أمس. النهاردة أعلن كمان الرئيس البرازيلي المنتهي ولايته جاير بولسونارو الخميس الحداد الرسمي 3 أيام على وفاة لاعب كرة القدم الأسطوري بيلي في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية. نص المرسوم كان انه الحداد الرسمي هيعلن في كل انحاء البلاد في بادره تكريميه بعد وفاه بيلي اثر معاناه كبيره مع مرض السرطان عن عمر ناهز 82 سنه. حكومه البرازيل كمان هي اصدرت بيان رسمي نعت فيه بيلي وقالت كان بيلي ملك كره القدم، احد اعظم الرياضيين على مر العصور، اظهر بطل العالم الوحيد 3 مرات منهم مرتين على التوالي من خلال أفعاله، أنه بالإضافة إلى كونه رياضيا عظيما كان أيضا مواطنا عظيما ووطنيا يحمل اسم البرازيل أينما ذهب. النهاردة هو نعي بيلي. CNN كمان عبر موقعها الرسمي نشرت الخبر في تقرير كبير وقالت وفاة أسطورة كرة القدم بيلي عن عمر 82 سنة. صحيفة ماركا الإسبانية المهتمة بكرة القدم كمان قالت وفاة بيلي كرة القدم فقدت الملك. الجارديان البريطانية نشرت الخبر بصورة بيلي وهو بيحتفل بفوزه بكأس العالم سنة 70 وقالت بيلي أسطورة كأس العالم البرازيلية توفى عن عمر 82 سنة. عدد كبير من نجوم وأساطير كرة القدم في العالم حرصوا على نعي بيلي، منهم طبعا البرازيلي نيمار واللي كتب منشور على حسابه عبر موقع انستجرام وقال فيه قبل بيلي رقم 10 كان مجرد رقم، قرأت هذه العبارة في مكان ما في مرحلة ما من حياتي، لكن هذه العبارة الجميلة غير مكتملة. أود أن أقول أن كرة القدم قبل بيلي كانت مجرد رياضة، غير بيلي كل شيء، حول كرة القدم من فن إلى ترفيه، لقد أعطى صوتا للفقراء والسود خاصة، أعطى رؤية للبرازيل. كرة القدم والبرازيل رفعتا مكانتهما بفضل الملك، لقد رحل لكن سحره سيبقى بيلي أبدي. أما نجمنا المصري محمد صلاح فنشر صورة لبيلي وكتب عليها وداعا يا أسطورة كرة القدم، وأيضا النجم الأرجنتيني ميسي نشر صورة لبيلي على إنستغرام وكتب عليها ارقد بسلام بيلي. أما النجم الفرنسي مبابي فكتب على حسابه الشخصي على تويتر لقد تركنا ملك كرة القدم لكن تاريخه لن ينسى أبدا. كمان النجم كريستيانو رونالدو كتب على إنستغرام أقدم التعازي لكل البرازيل وبالأخص أسرة بيلي، فقط كلمة الوداع للملك لن تكون كافية لكي تعبر عن الألم الذي بداخل عالم كرة القدم الآن، لكن كان مصدر إلهام للملايين، ستعيش في ذاكرتنا للأبد، ارقد في سلام أيها الملك بيلي.